مشاهدينا اثرت انظار العالم صباح اليوم الى الولايات المتحده لمشاهده الحفل الاسطوري السنوي الذي يقام بولايه اريزونا لتتويج ملكه جمال العرب لعام 2019. يذكر ان السوريه ايناس العوام كانت قد توجت بملكه جمال العرب بامريكا عام 2018 وقامت بتتويجها ايضا السوريه بيان طالب الحاصل على لقب نسخه 2017. هل اللقب نسخة هذا العام من نصيب سوريا أيضا للمرة الرابعة؟ نتابع. بهالباجنت بدي فرجي أنا قديش بحب لبنان، بدي أعمل رقصة للبنان، بدي ألبس كوستوم من لبنان وبدي فرجي الناس قديش أنا بحبه. أكيد كنت كثير متحمسة إني أشارك بهاي المسابقة وكثير فخورة إني أمثل بلدي الأردن. بطمح طبعاً بهاي المسابقة إني أمثل وطني بأفضل طريقة وكمان كل النساء العربيات. مو بريبرزنت سعودي أرابيا بس كمان أنا باسمي وانولدت هناك بالسعودية. طموحاتي إني أنا بدي أساعد الناس. مس أرب هي إنهم يساعدوا الرفيجيز اللي بأمريكا وبرا أمريكا. والآن معنا مراسل الحرة ستيفن نبيل من لويزيانا الأمريكية. صباح الخير. بعد قليل سيتم تتويج الفائزة في نسخة هذا العام من ملكة جمال العرب بأمريكا. ما هي الأجواء لديك؟ الأجواء جميلة، صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين أينما كانوا. أجواء جميلة ممتعة، جمعت المواطنين من الدول العربية المختلفة، الجاليات المختلفة توحدت بموسيقاها بألحانها بكلامها بخطاباتها الجميلة والتي قادتها نساء مثقفات جميلات نقلوا الرسالة العربية النسوية أن المرأة العربية مرأة قوية، مرأة صامدة، مرأة تتحدى الواقع وتتحدى المستقبل. أيضا شاهدنا الرسائل الجميلة في بداية التقرير وشاهدنا أيضا خطابات الفتيات العربيات على المسرح حيث نقلوا مشاكل بلادهم، نقلوا مشاكل اللاجئين والمهاجرين وأوجاعهم، ونقلوا أيضا الاحتياج الكبير لتحسين صورة المرأة العربية في الوطن العربي في أمريكا وفي كل دول العالم. تكلمت مع بعض الفتيات الذين أعربوا عن المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجيل الجديد في محو الصورة العنيفة، الصورة المشوشة التي روجها الإعلام عن الشباب والشابات العرب، ونقل صورة بعيدة مختلفة عن امرأة تبحث عن إنقاذ أطفال بلدها وإنقاذ أطفال بلاد العالم وإنهاء الجوع والفقر وزيارة المخيمات، مخيمات لاجئين حول العالم. تكلمنا أيضا معهم وشاهدنا مواهبهم الجميلة، مواهب الرسم ومواهب الموسيقى والألحان والغناء في صورة كسرت كل الصور النمطية وأبهرت الجمهور الأمريكي الحاضر لحد هذه اللحظة. تكلمنا مع بعض الحاضرين من غير العرب والذين اندهشوا من المواهب النسوية العربية ومن جمال الفتيات المبهر الذي أضاء القاعة في هذه الليلة في تمبي أريزونا. معي الآن ممثلة الأردن، الأردن العريق، بلد الحضارة والثقافة وبلد الضيافة البدوية الكريمة. نتكلم معها مع الأخت فرح. أهلا وسهلا أخت فرح. أهلا فيك. ممكن تكلمينا الليلة عن مشاعرك، عن مشاركتك في هكذا مسابقة، ماذا دفعك للمشاركة الليلة؟ أكيد كثير مبسوطة أني بشارك اليوم لأنه بدي أحاول أبرز صورة المرأة العربية بأحسن صورة. المرأة العربية هي قوية، هي جميلة، لكن هي أيضا مثقفة، هي فيها تعمل فرق بالمجتمع وتكسر كل هاي الصور النمطية. كثير انبسطت اليوم، كثير كان في بنات من كل الدول العربية، كان في عنا من السعودية، من سوريا، من فلسطين، وهالشي كثير وحدنا نحن مع بعض، يعني نحن كل بنات كنا صحبة، وهذا الشيء إذا نحن 13 بنت تحت سقف واحد قدرنا نكون يعني زي الخوات، فأكيد هذا الإشي بيعني إنه هاد يعني نحن لما نصير نحن لو نقدر to represent Miss Arab USA رح نحاول نعكس هذا الإشي على كل العالم، على كل الوطن العربي، لكلنا نقدر نتحد ونكون إيد واحدة. طبعا رسالتك للبنات في الأردن وفي الوطن العربي اللي بيسمعوك الآن وبصوت عالي حاب أسمعها منك، ما هي رسالتك اليوم؟ بدي أحكي لكل بنت، كل بنت عربية، كل بنت أردنية، وكل بنت إنه كوني أنتي مثل ما أنتي، ما تخافوا تعملوا أي شيء، أي شيء جابلكم تعملوه
جربوا وضلكم جربوا وما تخلوا أي شيء يوقفكم، لأنه أنتوا قوايا وأنتوا نص المجتمع وأنتوا النص اللي بربي نص المجتمع الثاني، أنتوا الأمهات أنتوا الأخوات، فضلكم مثل ما أنتوا ما تخلوا أي شيء يوقفكم. بالآخر نحن كلنا لازم نتوحد ونصلح أي صور سلبية عن المجتمع العربي أو المرأة العربية. طبعا هذا الكلام الجميل اللي سمعناه من ست فرح، شكرا ست فرح على كلامك الطيب وبدلتها لنيقة جميلة اليوم اللي شفناها. أيضا سمعناه من ممثلات السعودية والعراق وسوريا وفلسطين وتونس والمغرب والأردن وبقية الدول المشاركة، سمعناه كثيرا على لسانهم وخطتهم الجميلة التي تحمل مستقبلا أفضل، وأيضا تذكرنا بقوة المرأة العربية واستعدادها لتحدي المستقبل. الكثير من الحاضرين قالوا لي أنهم توقعوا أن تكون مسابقة مس أرب يو سي وميك جمال عرب في أمريكا مسابقة عادية، مسابقة تخلو من طابع التشويق، لكن العديد منهم انبهروا بالفقرات الجميلة التي وضعتها إدارة المسابقة بقيادة أشرف الجمل وفريقه التي نافست مسابقات عالمية على نفس المستوى. نعم. كنا مبهورين ولازلنا بانتظار إعلان النتائج النهائية حيث يسود التشويق والتنافس. نعم. الكبير بين الحسناوات. أكيد. لحد هذه اللحظة شاهدنا فقرات ارتداء فساتين السهرة وأيضا فقرات المواهب، ويبدو المنافسة. نعم. هتكون قوية جدا، وإحنا بنطلع نشوف يعني مين هتكون صاحبة اللقب، ويمكن بكرة كمان هتكون عندنا تغطية خاصة لهذه المسابقة وأيضا لصاحبة التتويج بهذا اللقب. شكرا لك مراسل الحرة ستيفن نبيل من لويزيانا الأمريكية.